رجعنا من جديد في فير بلاي متواصلين حتى للخمسة. نحكي على لاعب مستقبل سليمان خميس المعويني، عمل البارح عملية جراحية على رقبته المتقاطعة. أكيد معنا بالتليفون خميس، يطمننا على حالته الصحية. خميس أهلا بيك. أهلا بيك، نعم لاباس خويا. شنو الأمور خويا، شنو أحوالك؟ ولا الحمد لله لاباس، عملت البارح الأوبراسيون والحمد لله اليوم تبارك الله خير شوية. هي عندها مدة بون، قديه جمعتين من التفرابط خميس؟ لا عندي جمعتين من التفرابط، أما ما كنتش نجم نعمل العملية هذي، لكن خاطر بقيت معنا نعمل في ريديكاسيون جمعتين، والحمد لله حضرتها بكدا، والبارح عملت الأوبراسيون. وكا الحمد لله معنا عملت عند سي محسن طرابلسي، نشكره بالمناسبة. وكا تعديت معنا الحمد لله خير لاباس. كيما يلزم تعديت العملية؟ صحيح تعديت كيما يلزم، ووقفوا معايا الناس الكل، طم العباد اللي تحبني نقول لهم ان شاء الله لاباس، وقلت ربي العودة سريعة ان شاء الله. وقتاش العودة؟ هي الكرواتيزا هذه ما عادش كيقبل 6 و7 شهور ولا تقل خميسة. صحيح ما عادش كيقبل وما عادش تقلق، معناها انا واحد من الناس ماهيش مخوفتني، معناها حكيت مع ستاف ميديكال اللي باش تلاقيها بيا، قالوا لي معناها ان شاء الله 3 شهور ونص 4 شهور، معناها قلت ربي نرجع نكور ان شاء الله. تفاعلات كبيرة معاك حتى على مواقع التواصل الاجتماعي من الجمعيات الكل ظهر. الحمد لله ذيك تربح خويا من الكورة، تربح محبة العباد. الحمد لله نطمنهم العباد اللي تحبني الكل، نطمنهم ان شاء الله نرجع وقدرة ربي خير من قبل. ونشكر زادة بالمناسبة زي سي وليد جلال، معناها رئيس النادي اللي وقف معايا برشا، نشكر زادة سي وديع الشهرية اللي هو تكفل معناها بالعملية الكل وكلمني قبل العملية، نشكره برشا زادة، ونشكر العباد الكل اللي سألت عليا. وكاو معناها ان شاء الله وقت ربي نرجع كان من قبل ان شاء الله. جاتك بيريود خايبة معدي سيزون باهية برشا، كنت مع كيما سليمان الكل، فهل انت وقت هذا جا خايب شوية؟ الحمد لله هذاك اللي كاتب كاو عديت سيزون باهية الحمد لله، معناها كنت استنى في حاجة من خير لاباس، معناها جات لي إصابة مش توقفني، معناها كنا سليمان الكل عدينا سيزون باهية الناس الكل، معناها كاو كاتبة ان شاء الله نرجع ونعدي سيزون خير من سنين ان شاء الله، وان شاء الله تبي معنا وكاو ان شاء الله. مازلت صغير اكيد، مازال المواسم طويلة قدامك خميس. انت حكيت على انا بطبيعتي معناها مصحح بعامين معناها مع سليمان، ما صارش معناها برولونغاسيون ولا حاجة، ما زلت معاهم عام الجاي ان شاء الله. وكاو معناها سي وليد جلاد معناها انسان طيب، وبلغتنا معناها رجله على الاخر، كنت متوقع منه اللي انا اللي هو باش ياخذ معايا هكايا، يرحم والديه وربي يبارك له. وكاو ظهر لي هذا السر.